سعد صغير لما كنت لسه ما معكش فلوس وكنت بتشتغل سواق تاكسي، الأيام دي كانت أكتر حاجة بيبقى نفسك فيها أو عايز تاكلها أو عايز تشربها، أو إيه كان بالنسبة لك الحلم؟ كان نفسي اكل مانجا، اللي هي المانجا الصغيره بتاع الفص دي، آه لان التانجا كان على ايامها المانجا ب 2 جنيه ونص، آه ودي كانت غاليه. بص تريا، عرفت انت مش لا كويسه، بس بجد والله والله العظيم انت ما كويسه، بس عم سجل يا استاذ. قولي بصي بس ممكن تخليك معانا الفص. طب اللي بقى يعني نفسه في مانجا يجيب الكبيرة دي. انما مانجا الفص الفص عشان كانت يعني اغلى مانجا، اغلى غالية، نوع كان مانجا. نفسي اكون عايز اعرف ايه دي هات المانجا دي الكبيرة واهبر. يا مادي. كانت غالية وعايز اعرف ايه المانجا دي، يعني العيال كان بيقولوا ايه المانجا دي بتاكلها ما فيهاش بذر جواها، تاكلها كده على طول. لا فيها بذر يا سعد. بدرية انت كان معاكي فلوس من زمان؟ لا يا لا ما تاكل بدرية تقولي يا لا تاكل. ممكن تسيبها ترد لو طب سمحت، ترد انتوا ليه ماشي يا بتدخلوا في فندم. كلام بعض يا طب جماعة؟ بتتريق على بقول لها بتتريق. لا انا لما يبقى نفسي في حاجة اجيب الهوبر، لا بجد عارف المانجا. عشان على فكرة يا تفصل. جماعة انتوا هتقلبوه برنامج تهريج وهو مش برنامج تهريج لو اتفضلي يا سمحتوا. حضرتك، مش عارفة يعني زعلان طب معلش مني لو ليه. سمحتوا، طب اتفضلي يا حضرتك. انت كان معاكي فلوس؟ لا في فترات ما كانش بيبقى معايا لا يعني انت اصلا اصلك اهلي وكده. اه لا انا من عيلة كويسة الحمد لله. اه يعني ما كنتوش محتاجين يعني. انا ما بهزرش دلوقتي. لا في فترة يعني الحمد لله كنا عايشين كويس لحد بابا ما تعب، الأمور بقت أهدى شوية. لكن ما إنما كنت عشت طفولة ما يعني كنتيش مش زي قادرة أقول سعد لك. مثلا، باباكي سواق تاكسي، انا ابويا مامتك كان سوق حاجه بيسوق تاكسي. اه انا بقول زي سعد، زي ما اه كان سعد ابويا كان بيشتغل. راجل تسول، اللهم صل على النبي، في الجيش كنت انا مسلح انا وطلع. سمعت ان اترفع عليكي قضية مرة لوصل أمانة. لا واحدة قالت ان انا سرقت عربيتها، مع العلم ان انا ما بعرفش اسوق، اه سرقتي عربيتها ان احنا سهرنا مع بعض واخدت المفاتيح اسمها ونزلت. قوت القلوب. ايوه نزلت دورت العربية واخدتها ومشيت. اما قلت لك قلت لها ناسيه، يعني كانك ناسيها، يعني واحده سرق عربيتها تنسيها؟ لا ما بعرفش اسوق. ما سرقت، اتهمتك يعني ما تنسيها؟ اتهمتني عشان دي قضيه. هي القضيه اول مرة تركب عربية في حياتك، ايه الاحساس اللي انت حسيته ان انت مش رايح سواق، انت صاحب عربية؟ كان معاها عربيه دايو لانسر. اسمها دايو لانسر. انت كنت هتتحبس بسبب عربية فعلا؟ والله العظيم انا لو سمحت يا بسألك. جماعة محدش يتكلم غيري من طب فضلك. افهم دايو لانسر ايه؟ لا انت مش كنت عايزين جايب خفية تاكسي كتير بقى. بالقسط وبرضه كنت تحبس بسبب العربية دي صح؟ اه عشان قعدت 7 اشهر ما ندفعش القسط، واتحبست فعلا ولا ما ورحنا اتحبستش؟ يوم كده بتاع القاضي، عارف ان احنا ظروف، حكينا حكيت له زي ما انا طبعا. طب ف يعني كنت مظلوم زي اهو يا سعد؟ انت مظلومة. يعني انا اسرق عربية انت تتخيل ان انا بالجبروت ده؟ اقول لك حاجة، ده انت سرقت ريلا مش عربية. اه متجوزة منتج من قد ايه؟ لا هو جوزي دي اللي انتجها، وانتجنا مسرحيه زمان في مسرحيه اطفال في مطروح. يعني كل ما بيتوفر معانا قرشين بنحاول نعمل حاجه بس ما بنفلحش في ناس بتتودد للنجوم عشان تشغلهم معاها لما يجوا يدخلوا خالص اعمال. خالص. ولا بتودد، انا لما بحب حد بحبه من قلبي، وما ينفعش هو لو هاجمني مره لا يعني استنى اشوف في ايه، ما هو ممكن يكون في حاجه واصله مش غلط. عارفه، انا بيقولوا ان انت بتاعت مشاكل، يعني انا سمعت ان انت في السات كوم من كام يوم تسببتي ان سعد اتخانق مع المخرج المنافس في السات يا كوم. ريتني ما كنت عملت كده. لا سعد عشان بيحبني وشايف ان انا ما احبك احبك اجرمتش تقول ان انا حاجه. همشي، وبقول لك مانجا والله بتقعد تبص لي فوق. ايه ده، ما اقدرش يا حبيبي ما اقدرش. انا مستغربك والله العظيم. لا لا ثلاثة لا لا ما براحتك يا اقدرش. مدرب. لا لا ماشي ماشي، يعني انت ما بكون، انت بتقولي ما تودتش، يعني انا لو مثلا لو داخل فيلم بمثلك، يعني بتصل بيك اقول لك شغلني. احلفي بالمصحف ما كلمتنيش على عيش البلبل. احلفي يا احلف. سعد ده انا طب سر، قابلتك عند السبك في البروفا. طب يعني ما كلمتكيش، ما كلمتنيش قبلها واتفقنا كذا كذا؟ ايوه انما لما امال ايه؟ ايوه لما بقى، ايه اللي ايوه بقى؟ انا لسه احلفي كملت. بالمصحف، والمصحف كلمتيني على عيش البلبل، ونبي وانت اخويا وانت خالتي، وقعدت تكلمتيني لا انت تضحك علي اخويا واحلفي وانا بحلف ليه بالمصحف. بقى؟ ممكن تكون هي بتتملص من ان هي يعني بتجبر على انها تقول انا كلمت مثلا انا فنان مش سعد عارف، صغير. انا بقول لك شارس عايشه دلوقتي في حمامه السلام، انت طيبه كده وخلاص، وانا اللي شارس يعني؟ لا والله ابدا انت ليه. مالك؟ لا والله
يا سعد انا بحبك انت اخويا. هو من ساعه ما سمع ان انت عايز لا وانا لا بتتريق بقول لك مانجا فص بتتريق عليا لا يعني. عشان انت عشان فقير يعني ولا ايه؟ انت ممكن كان فقير وانا يعني كنت ايه؟ مبسوطين واحنا كنا فقراء لا يا حبيبي انا جت فتره الحياه كانت سودة لما بابا عيي كنت في ثانيه اعدادي. طيب الحياه دمرت معايا. ما تخليش على خلق ربنا يا ستي بقى ما تخليش على ربنا. لا مين قال كده ده انا طيب انا هسالكم اسئله بسرعه جدا والجمهور هو الحكم معانا كمان. اللي مش هيجاوب بصراحه وهيكذب علينا اجره هيروح للخير. ده انا لو قلت لي اي حاجه واجر يروح يا نهار ازرق واروح لامي من غير اجر. انا بتكلم جد على فكره. اخسر اسال اي حاجه يعني من حقنا ان احنا لما نستضيفكم انكم تقولوا لنا الحقيقه. ماشي والجمهور حكم. ماشي لان ساعات بتستضيف فنان او فنانه وبعدين يفضل يتملص من الاجابه او ما يعرفش يعني يضلل الجمهور. لا اديني حضرتك. جوزت رقاصه اسمها شمس في يوم من الايام؟ لا ما حصلش خالص طبعا. خالص ما حصلش. طب الاشاعه دي طلعت منين؟ قالوا اتجوزت شمس ودينا وايتن عامر كل حد اشتغل معايا في فيلم بيقولوا اتجوزتهم. طب هتتجوزني امتى؟ انت ما سمعتيش خالص ان سعد صغير اتجوز شمس في يوم من الايام؟ لا سمعت اشاعه كده ما انتش عارفه النجوم بيطلع عليهم اشاعات كتير. عينيكي ما مش مريحيني يعني. طيب سعد صغير اتجوزت عرفي؟ ولا اللي جاوب صح يقول لي ياخد اجره ولا انت بتضحك على ايه؟ كمان متهيألي لو ان انت عارف معلومه عنها وهي ما بتقولهاش صح زي ما انا سالتها كده وهي عارفه ان المعلومه صح وردت وقالت لا مش صح برضه ده بيعتبر ان ده كذب. ده اختبار صغير يوري الجمهور ان ممكن الفنان يطلع ويتجمل ويقول اي كلام. لا والله ويطلع. والله لو الصراحه طيب ماشي. فاحنا ده اختبار صراحه شديد جدا. جوزت عرفي قبل كده يا سعد؟ مرتين. جوزتي عرفي قبل كده؟ خالص طبعا ما حصلش. ليه طبعا ليه؟ لاني متجوزه وانا عندي 17 سنه مصطفى سالم بيشوفني معانا في المسرح. ليه بتكدبي بقى؟ متجوزه اتجوزت قبل كده. متجوز قبل كده وعندي الاثبات. معاك الورقه؟ بتتكلم جد؟ معايا المحامي اللي كتب الورقه. لا انت هزر بتتكلم جد؟ والله بتكلم بجد. والله هقول لك حاجه. اسالي بس الاسئله في الاخر وفي الاخر ونجمع كل حاجه. نقعد نجمع الاسئله. انا بقول لكم هخلي المحامي يتكلم. خنت مراتك قبل كده؟ مرتين. لا بجد؟ مرتين والله. جوزك خانك؟ كتير. بجد؟ والله لا يعني عرفتي شفتيه؟ شفته وعرفته وجبت الست وعملت لها عمليه جراحيه. بجد والله العظيم؟ والله. عملت ايه يعني ضربتيها؟ لا بصيت لها بس. بس؟ لان هي واخده فكره عني ان انا شريره شررت الشاشه. وهي ما كانتش عايشه هنا عايشه في دبي. فقلت لها تعالي انا عايزه اقابلك وكده لما طبعا اكتشفت الحكايه وشفت التليفونات. بس وظبطتها. قلبت يعني في تليفوناته؟ قلبت في التليفونات وسجلت كل حاجه. وعملت الواجب.